في الفيديو ده إن شاء الله حابب إني أجاوب عن أكتر سؤال اتسألته الفترة اللي فاتت، خصوصا بعد ما خلصنا مع بعض كورس رسم وتلوين وش الكرتون كامل هنا على قناة اليوتيوب. والسؤال هو إزاي إن إحنا نقدر نكسب فلوس أو نشتغل بالحاجات اللي متعلمها هنا في القناة، سواء بالرسم الرقمي أو تصميم الشخصيات أو الرسم عموما. فإن شاء الله في الفيديو ده هلخص لكم تجربتي في الموضوع ده، وهنتكلم إزاي نقدر نكسب أول فلوس من رسمنا، وإزاي واحدة واحدة ممكن نقدر إننا نخلي الرسم مصدر أساسي لدخلنا بعد كده قدام إن شاء الله. بس كالعادة قبل ما أبدأ أتكلم في الموضوع بالتفصيل، حابب أفكر الناس اللي متابعين فيديوهاتي إنهم يدعموا القناة عن طريق عمل لايك وشير للفيديو. ولو أنتوا أول مرة تشوفوا فيديوهاتي من خلال الفيديو ده، فاتفرجوا على الفيديو لحد الآخر وإن شاء الله يعجبكم وتدوا اللايك اللي يستحق. وبكده أكون جاهزين، هنبدأ نتكلم في الموضوع بتاعنا. ففي البداية خالص عايز إن أنا أقسم الشغل في مجال الرسم لنوعين. فالنوع الأول هو إننا ندخل كلية فنون جميلة ونتخرج منها ونروح نشتغل في أي استوديو في المجال اللي بنحبه. وحتى دلوقتي ما بقاش شرط ان الواحد يكون دارس في كلية فنون جميلة او اي كلية ليها علاقة بالرسم، لكن المهم ان يكون كواليتي رسمك كويس وليك بورتفوليو قوي، وبكده بتقدر تشتغل في نفس المكان اللي اي حد متخرج من فنون جميلة بيشتغل فيه. فمثلا انا مش خريج فنون جميلة، لكن انا خريج هندسة عين شمس ومعايا ماجستير ودكتوراه في الهندسة المدنية، وكنت بدرس كمان في الجامعة هندسة الانشاءات في فترة تحضيري الماجستير والدكتوراه. فمجال دراستي بعيد جدا عن الرسم، لكن في نفس الوقت كنت طول الوقت بتفرج على فيديوهات على اليوتيوب وباخد كورسات في الأجزاء اللي حابب أطور نفسي فيها أكتر في الرسم، لحد ما قدرت إني أحسن من مستواي. فالملخص لكلامي في النقطة دي إن مجال الدراسة ما بقاش حاجة مهمة، وحتى أكبر الشركات زي ديزني أو دريم ووركس ما بقوش مهتمين بأي شهادات أو سن معين للرسامين اللي بيشغلوهم عندهم. فالمهم بالنسبة لهم هو كواليتي الشغل بتاعك اللي منه بيقدروا يحددوا إنك تقدر تشتغل معاهم أو لأ. وبكده نعرف ان الموضوع كله في ايدينا، علشان احنا عارفين ان تطوير رسمنا كله معتمد على الممارسة الكتير، وفي الممارسة دي هنكتشف نقط ضعفنا، وبكل سهولة نقدر ان احنا نشتغل على نقط الضعف دي واننا نمارس اكتر عليها، او ندور على فيديو على اليوتيوب او كورس معين يشرح لنا نقطة الضعف دي بالتفصيل لحد ما نتغلب عليها، وده اللي هيساعدنا بعد كده اننا نطور من رسمنا في اسرع وقت. وانا كنت عملت فيديو قبل كده اتكلمت فيه بالتفصيل عن نقطة تطوير رسمنا بشكل سريع، هتلاقوني انا حاطط لكم الفيديو ده في نهاية الفيديو بتاعنا ان شاء الله. فزي ما قلنا ان النوع الاول من الشغل هو الشغل في اي استوديو، بس عيوبه هي الشغل الوقت طويل جدا بمقابل ما بيكونش كويس في اغلب الاوقات، ومحتاج اننا نوصل لمستوى عالي قوي علشان نقدر ان احنا نقدم ونشتغل في النوع ده من الشغل. لكن النوع التاني بقى هو الفريلانس او العمل الحر، وهو ان انت ما بتشتغلش في استوديو، لكن انت بتشتغل مع نفسك في الوقت اللي انت بتفضله او الوقت اللي انت بتحبه. وحلاوة النوع ده ان مش محتاج انك توصل لنفس مستوى النوع الاول عشان تبدأ فيه، لكن نقدر نبدأ فيه الأول بمستوى قليل بعائد قليل، وكل ما نعلى بمستوانا كل ما العائد بتاعنا هيعلى معانا إن شاء الله. فإزاي نقدر نبدأ في الفريلانس أو العمل الحر ده؟ هتلاقوا إن في أكتر من موقع للفريلانس أو العمل الحر، زي موقع فريلانسر وأبورك، وفي مواقع عربية برضو إن شاء الله هتلاقوني حاطط لكم الروابط للمواقع دي في الديسكريبشن بتاع الفيديو. والمواقع دي بتكون عبارة عن وسيط ما بين الفريلانسر أو الرسام في حالتنا والشخص اللي بيطلب الشغل. فبكل سهولة احنا كرسامين نقدر ان احنا ندخل على الموقع ونعمل سيرش على نوع البروجكت اللي احنا عايزينه. فمثلا نقدر نعمل سيرش على كتب اطفال او تصميم الشخصيات او اي حاجة تانية احنا حابين ان احنا نشتغل فيها، والموقع بيبدأ ان هو يطلع لنا البروجكتس اللي مطلوب فيها النوع ده من الرسم وكل التفاصيل اللي طالبها صاحب الشغل. واحنا كرسامين بنبدأ ان احنا نحط سعر معين مقابل الرسومات المطلوبة، وبنقدم شغلنا القديم اللي فيه حاجات شبه اللي مطلوب في البروجكت ده. وبعد كده بيبدأ صاحب البروجكت انه يختار ما بين الرسامين اللي قدمت ويقارن ما بين الاسعار والكواليتي بتاع الشغل بتاعهم، ويختار الرسام اللي هو بيكون شايفه مناسب للبروجكت بتاعه. علشان كده كواليتي الشغل بتاعنا هو اهم عامل لينا في التقديم على المواقع دي. فلو احنا لسه بادئين على الموقع وبنحاول احنا ناخد اول شغل لينا عليه، فنصيحتي اننا نقدم على اول 2 أو 3 بروجكتس بتمن قليل جدا، ونعتبر نفسنا اننا بنتدرب في شغل جديد مثلا ببلاش من غير اي مقابل، عشان ان شاء الله هتقدروا تنفذوا البروجكت بالشكل المطلوب، وصاحب الشغل هيديكم الريفيو او التقييم الـ5 نجوم، وده هيساعدكم جدا بعد كده في التقديم على البروجكتس اللي جايه بعد كده. فمجرد ما يكون عندكم 4 أو 5 تقييمات كويسه، فهتقدروا تعلوا بالسعر بتاعكم لحد ما توصلوا للسعر المناسب للكواليتي بتاع الشغل بتاعكم. لكن اهم حاجه في الفتره دي، اللي هي الفتره اللي انتوا بتحاولوا ان انتوا تاخدوا فيها اول شغلانه ليكم على الموقع، هو انكم تفضلوا صابرين جدا، وانكم تفضلوا تشتغلوا على تطوير رسمكم طول الوقت بالممارسة. فانا مثلا لحد دلوقتي مهما كنت مشغول وشغال على اكتر من بروجكت، لازم اسيب على الاقل ساعة في اليوم اشتغل فيها على الرسومات الخاصة بيا،
وبحاول في الرسومات دي اني اتحدى فيها نقاط ضعفي علشان اقدر ان انا اطور من نفسي، ودي حاجة ان شاء الله هفضل مواظب عليها على طول علشان بتفرق جدا في تطوير المستوى، وكل ما هيكون في تطوير في المستوى معناها ان شاء الله هيكون في شغل اكتر وعائد اكبر في النهاية. ومن رأيي من اهم الحاجات اللي لازم مستوانا يكون كويس جدا فيها اليومين دول هي الرسم الرقمي، وده بسبب المرونة الكبيرة اللي بيديها لنا في الشغل. فمثلا الرسمة دي كانت لكتاب اطفال معين، وبعد ما رسمت الرسمة اتطلب اننا نغير ميعاد اليوم انه يكون بالليل بدل ما هي الصبح. فلو كانت الرسمة دي متلونة على الورقة عادية كنت لازم اعيد الرسمة كلها من البداية واشتغل عليها 6 أو 7 ساعات تانيين، لكن بالرسم الرقمي قدرت اني احولها من الصبح لبالليل في اقل من ساعة تقريبا. وده طبعا مثال واحد بس للمزايا الكتير اللي بيقدمها لنا الرسم الرقمي. واكيد عارفين ان القناة فيها فيديوهات كتير بشرح فيها الرسم الرقمي على البرامج المختلفة، وحتى اخر كورس على القناة اللي اتعلمنا فيه رسم وتلوين الوش الكرتون بالتفصيل كنا رسمناه على برنامج ايبس بينت اكس، وهو برنامج رسم رقمي مجاني وبيشتغل على كل الاجهزة تقريبا. فان شاء الله هحط لكم الفيديوهات بتاعة الكورس وفيديو شرح برنامج ايبس بينت اكس في نهاية الفيديو ده لاي حد حابب انه يتفرج عليهم. ودلوقتي بقى حابب اني انقل على نقطة تانية مهمة جدا، وهي ان لازم يكون عندنا تواجد على السوشيال ميديا. فحتى لو عندكم 10 فولورز بس دلوقتي، اتأكدوا ان طول ما انتوا بتطوروا من مستواكم كل ما عدد الناس اللي هتكون عايزة تشوف رسوماتكم هيزيد لحد ما توصلوا مثلا ل1000 فولور. بعد كده معدل الزيادة هيكون اسرع بسبب ان رسمكم بيتطور اكتر وعدد الناس اللي بتشوف رسوماتكم وبتعمل لها شير بيكون اكبر، وواحدة واحدة هتلاقوا ان الستايل بتاع الرسم بتاعكم بدأ يتكون والناس هتبدأ تعرف رسوماتكم من غير حتى ما يشوفوا اسمكم فوقيها. بعد كده هيكون ليكم فولورز معجبين جدا برسمكم، وده اللي هيفتح لكم ان شاء الله مصدر تاني للدخل، لان هيبدأ يجيلكم طلبات من الناس سواء علشان ترسموهم او علشان تشتغلوا معاهم على بروجكتس كاملة. فمثلا تقدروا ان انتوا تشتغلوا على بروجكت زي رسم كتاب اطفال كامل، او عمل تصميم شخصيات لبروجكتس مختلفة. فمثلا مجال تصميم الشخصيات بيكون مجال واسع جدا، فتقدروا تصمموا شخصيات لألعاب أو أفلام أو كتب أطفال أو شخصية كرمز لشركة معينة مثلا، وده اللي متعلمه مع بعض هنا في القناة بالتفصيل. وحتى بعد كده تقدروا تتخصصوا في مجال كتب الأطفال عن طريق التركيز على رسم الشخصيات ورسم تفاصيل خفيفة في الخلفية زي ما انتوا شايفين في الرسومات اللي قدامكم دي. وإن شاء الله بعد كده عدد الفولورز بتاعكم هيزيد أكتر طول ما الناس بتحب رسوماتكم وبيحسوا إنهم متواصلين معها. فمثلا لما توصلوا لمرحلة 10,000 وإلى 20,000 فولور تقدروا كمان انكم تبدأوا تعملوا موقع تبيعوا عليه منتجات عليها رسوماتكم، وده اللي ممكن يساعدكم انكم يكون عندكم مصدر دخل تاني اضافي جنب الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها في اول الفيديو. فالحاجة اللي عايز اوصلها لكم في الفيديو ده اننا مستعجلش، واننا نعرف ان كل حاجة في ايدينا احنا، فعايزكم تستمتعوا بالرسم والممارسة في الطريق الصح اللي هيطوركم في اسرع وقت ان شاء الله، وما تستخسروش انكم تستثمروا في نفسكم وفي وقتكم في مجال الرسم علشان ان شاء الله تقدروا تلاقوا عائد كويس من المجهود والاستثمار ده قدام بعد كده. ومع بعض هنا في القناة كلنا هنتطور ونوصل لأعلى مستويات ان شاء الله. وحابب افكركم اني اعمل كورس كامل عن رسم الشخصيات الكرتونية البنات، وفي شرح كل خطواتي في رسم الشخصيات من اول الوشوش لحد الجسم كامل، وحاطط لكم في الكورس كل المعلومات اللي كان نفسي الاقيها اول ما قررت اني احترف الرسم. فان شاء الله الكورس هيختصر عليكم مجهود كتير وهيساعدكم توصلوا لمستوى عالي في رسم الشخصيات في اقل وقت. هو عبارة عن 6 ساعات شرح من غير تسريع، وتقدروا تطبقوا معايا سواء بالقلم الرصاص والورقة أو التابلت على حسب اللي يريحكم. وهتلاقوا إن الشرح في الكورس مبسط جدا علشان دايما ببدأ رسمي للشخصيات بأشكال سهلة أوي، وبعد كده بنضيف التفاصيل على الأشكال السهلة دي، وده اللي بيوصلنا بعد كده للأشكال النهائية للشخصيات. وبعد ما نتعلم أساسيات رسم الوش والجسم من الزوايا المختلفة هنبدأ في التطبيق على كل حاجة اتعلمناها بتصميم 6 شخصيات كاملين، وده اللي هيحقق لنا أكبر استفادة من الدروس اللي هنتعلمها في الكورس. فإن شاء الله بنهاية الكورس هتكونوا اتعلمتوا طريقتي في تصميم عدد لا نهائي من الشخصيات، وإزاي بندي كل واحدة فيهم الشخصية الخاصة بيها عن طريق الملابس وملامح وتعبيرات الوش المختلفة. فهتلاقوني حاطط لكم رابط الكورس تحت في الديسكريبشن وفي أول تعليق لأي حد حابب إنه يتعلم كل خطواتي في رسم وتصميم الشخصيات بالتفصيل. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، فكالعادة أكون مستني أعرف رأيكم في الفيديو ده تحت في الكومنتس، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو لو عجبكم، واشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات عشان تعرفوا لما فيديوهاتي الجديدة تنزل إن شاء الله. ويا رب اكون قدرت افيدكم بحاجه جديده في الفيديو ده، وشكرا جدا ليكم.